زي ما ليالي الاوسكار بيكون النجوم فرصه يا سيدي اكشن تلاقي رومانس تلاقي دراما تلاقي حط شارك وتعال من اشهر شوارع هوليوود هنا في يونيفرسال ستوديو الفيلم الحائز على 3 اوسكار سنه 2009 انما برنامجنا بنناقش الفرصه الحقيقيه اصل النجاح طعمه حلو قوي فرصة زي الموت ازيكم عاملين ايه وحلقة جديدة من برنامج الفرصة ضيف النهاردة مش بس نجم في مجاله ده كمان كان سبب في تغيير حياة ناس كتير قوي مين فينا ما كانش مثلا فترة من فترات حياته او ما زال بيبقى عايز مثلا يخس مين فينا بيبقى عنده أمراض مزمنة وبيبقى ده متعلق جدا بالتغذية وبالأكل اللي بياكله مش بس كده هي كمان نجمة السوشيال ميديا وحبيبة ناس كتير جدا 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 من المرضى وحتى من المتابعين ليها معاكو ومعانا الأستاذة دكتورة أسماء عمار ازيك أسماء أهلا بك يا منتصر ازيك عامل إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله تمام الفرصة في حياة أسماء عمار بتمثلها إيه؟ حاجات كتير الفرصة جابتني كندا الفرصة ساعدتني إن أنا أنشئ بيت الفرصة ساعدتني إن أنا أنجح في على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني الحمد لله يعني ربنا رزقني بفرص كويسة في حياتي وأنا يعني أجدت إن أنا أستغلها شوية الحمد لله طيب خلينا ناخدها فرصة يعني فرصة ان احنا جينا كندا واحنا طبعا السؤال ده ثابت في كل الحلقات لان يعني 90% من ضيوفنا بيبقوا مهاجرين لكندا وبيبقى دايما السؤال ده جاي من الناس اللي عايزة تهاجر عشان بيبقوا زيهم مثلا دكاترة زيهم مهندسين زيهم ايه الفرصة اللي جابتنا كندا؟ الفرصة اني بحب اساعد الناس جميل ما بعرفش اقعد ايدي فاضية ما بعرفش ابقى قاعدة مش بأثر ايجابيا في حياة حد فبعد ما تزوجت يعني كنت قاعدة في البيت أنا كنت على منتدى ما يعني المنتديات بقى بتاعت زمان عارف فكنت في منتدى الصحة والرشاقة كنت بقعد أعمل لهم مسابقات تخسيس وصفات صحية أعمل فوازير رمضانية وأعمل يعني كنت بعمل لهم بقى أكتيفيتيز كتير جدا وكان عندي قاعدة عريضة من الصديقات على المنتدى ده لحد ما في يوم واحدة منهم كلمتني بتقولي أسماء أنا بفكر أهاجر ما تيجي نهاجر فقلت لها اوكي فجي في دماغي استراليا هي قالت لي لا انا كندا بدينا نقرا استراليا لم تيسر وكندا كنت يعني ما بدينا نبحث كان مجال زوجي مطلوب جدا وكان ابتديت اقرا بقى على منتدى ما بقى وقريت تجارب ناس واقتنعت اكتر واكتر والحمد لله ربنا ادانا الفرصه دي ووفقنا ان احنا نيجي بالظبط والحمد لله ربنا بارك وجيتوا وابتديتوا فرصتكم هنا كمهاجرين جدد الحمد لله طب الفرصه بقى في حياتك كاخصائيه تغذيه علاجيه هل ابتدت في كندا ولا كان بادئه من الاول في مكان تاني ابتدت من زمان تقريبا 16 سنه وانا في السعوديه اوكي زي ما قلت لك انا كنت على المنتدى تمام فواحده صاحبتي قالت لي ده في الفيسبوك بقى كان ابتدى يظهر في السعوديه بقى وابتدى يبقى ليه قاعده متابعين فقالت لي ايه السعوديه كلها ده كل الناس على الفيسبوك لازم تيجي فروحت فبعدين قالت لي ده في جروب معين انت تنضفي فيه هيفرحوا قوي بالنصايح اللي انت بتقدميها يعني انقلي من المنتدى بقى للفيسبوك فروحت فكان اي حد يسال عن حاجه في التغذيه اساعده اي حد عايز يخس اساعده اي حد محتاج حاجه اساعده لحد ما ادمن الجروب دي قالت لي اسماء انت مستعده دلوقتي ان انت تمسكي الجروب ده انا خلاص يعني انا هسلمه لك تمام وهو بتاعك ابتديت اعمل تحديات وابتديت اخسس الناس واعمل مسابقات تغذيه علاجيه ابتديت بقى يعني نجمي يلمع زي ما احنا بنقول وابتدى بقى يتواصل معايا جيمات سيدات ونوادي رياضيه لمتابعه التغذيه للمتدربين تمام. وابتديت الحمد لله يعني أنشأت بيزنس ناجح أونلاين يعني في خلال سنة كان واحد من يعني ما كانش فيه أصلا حد بيخصص أونلاين الوقت ده وابتديت في السعودية من وانا في البيت بنيت أنا بعتبر العيادة الإلكترونية بتاعتي دي طفل صغير
يعني انا كبرته بايدي. حلو قوي. ما كانش زي دلوقتي في وسائل مساعده انك تروح تاخد كورسات انك تخليك تبقى على السوشيال ميديا ولا حد يساعدك يقولك انت ازاي تعلن عن حاجتك ولا اي ولا كل الكلام انا ده. الحمد لله الحمد لله انا بنيت بزنس يعني from A to Z في السعودية، وأنا سبت السعودية وكنت على قمة النجاح الحمد لله. واتنقل معك بقى لما جيتي كندا أو كملت عليه يعني؟ كملت عليه بس في يعني عارف بعض العثرات في الأول. أوكي. أنت عارف النقلة الحياتية الكبيرة اللي حصلت أثرت شوية على نفسية الواحد. طبعًا، طبعًا، طبعًا. أنا كنت يعني في قمة نجاحي وجيت لبلد تانية غريبة ودخلت الشتاء فيعني تعثرت شوية هقول نفسياً أثر عليا شوية بس أنا الحمد لله بلاقي دايما الدعم وبلاقي القوة أن أنا أقوم تاني وأن أنا أكمل. جميل. فالحمد لله لقيت نفسي تاني وقدرت أن أنا أبني تاني هنا، لأن اللي بنيته في السعودية حصل ظروف اقتصادية وتغييرات كتير في السعودية. تمام. وفي الدول العربية أثرت على البيزنس بتاعي اللي كان بيزد على الشرق الأوسط. تمام. 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 فالحمد لله قدرت اوصل لنفس النجاح وكبرته اكبر بكتير هنا في كندا. طيب. الحمد لله. بما اننا اتكلمنا الحمد لله عن الدعم، فاحنا اكيد يعني اذا ذكر الدعم فاكيد هنذكر زوج حضرتك طبعا. اكيد اكيد باشمهندس احمد. اكيد. تمام. طيب فرصه التعارف كانت جوازه صالونات، بعترفه بكل فخر فعلا والله وبعترفه بكل فخر. ايوه جوز صناب بينجح اهو يعني مش شرط. الحمد لله والشكر اللهم ادم نعمك. ايوه الحمد لله. تمام تمام. وكمان لما رحت السعوديه وبعد كده جيت كندا، اعتقد لولا وجود زوجي في حياتي انا ما كنتش وصلت لده. معظم نجاحي سببه زوجي. طب جميل. هل لو رجع بيك الزمن هتاخدي نفس الفرص برضو؟ يعني هتروحي السعوديه وتيجي هنا كندا وتدخلي؟ وحاجه تانية كمان عشان يمكن احنا ما ذكرناش ده في الاول، ده مجال دراستك اصلا. يعني مش دخيله على المجال مثلا او تمام تمام. هاخد نفس الفرص لان هي دي اللي ربنا كتبها لي وهي اللي يسرها لي. تمام. اكيد في حاجات ضاعت واكيد في حاجات هتضيع بس هي مش بتاعتي. دي مش نصيبي. انا كنت لسه اسالك اقول لك اخبار الفرص الضايعه ايه. مش نصيبي. مفيش فرص ضايعه. مفيش مش من نصيبي يعني هي لا بس يعني ما كانتش هتفوتني لو مكتوبه لي. لو اتكلمنا اكتر بقى عن التغذيه العلاجيه، يعني ما ينفعش تبقي معانا وما ما ناخدش حبه نصايح. تمام. طيب اللي انا لما عملنا انا وفريق الاعداد ريسيرش على حضرتك كان في قصه كده بخصوص امراض المناعه، كان بطل القصه دي اسماء عمار. تمام. اللي هي ضيفتنا النهارده، وكانت كمان ملهمه ليها انها تغير حياه ناس بيمروا او هيمروا بنفس التجربه. احكي لنا اكتر عن انا بعتبر ان دي تعتبريها فرصه ولا تحدي؟ انك يجي لك مرض زي ده وانك هو في اوله كان تحدي بس انا قلبته لفرصة. علشان اساعد نفسي وعشان اساعد ستات كتير قوي 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 قوي. انت ما تعرفش الموضوع ده، يعني لو اتكلمنا بالدراسات والابحاث 97% من السيدات بتعاني من مرض خمول الغده الدرقيه. أوكي. ذاتي المناعه. أنا جالي وكنت صغيرة جدا في السن. تمام. وكنت متغربة، فيعني أنا كتبت قصة كاملة كتبتها لأن دايما بقرا بيقولوا لي مفيش فايدة مفيش أمل. بقول لهم لا يا جماعة، في فايدة وفي أمل، أنتوا عندكم الفرصة إن تقدروا تغيروا. عايزة أقول إن يعني مثلا انعدام المعرفة، عدم وجود الوعي الكافي هو اللي خلى الناس تفكر إن مفيش أمل. عشان كده انا بدلهم الامل وبحاول افهمهم. قلت لهم قصتي من الالف للياء. طيب. انا كنت فوق ال 120 كيلو وانا حامل في ابني. واو. اوكي اوكي. بسبب ان انا كان عندي خمول غده درقيه. اوكي. ذاتي المناعه يعني اوتو اميون اتاك. و الكلام ده كان بقى من 14 سنة تقريبا، ما كانش بقى في التغذية العلاجية لأمراض المناعة الذاتية. دي حاجة نيش قوي. يعني. جديد يعني حاجة ريسنتلي. ف كانت تحاليل صعبة وإنك تظبط كان كل حاجة ما كانتش بسهولة الأيام دي. أنا ساعدت نفسي بنفسي. أنا اتعلمت كل، أنا رحت درست واستثمرت في دراسة أمراض المناعة الذاتية والتغذية بتاعتها والهرمونز
علشان اقدر اساعد كل ست بتمر بده. وتساعدي نفسك طبعا ساعتها. انا وقتها انا عايزه اقول لك ان الحمد لله يعني هو كان ابتلاء ان يصاب ب يعني مرض مناعه ذاتي هو باب لكذا مشكله، بس سبحان الله ربنا اكنه يسرني ان انا اقدر ان انا احط المرض ده في ريميشن، ان انا ما خلاص ما يعني بتعامل معاه اكنه حاجه صديقه مش حاجه هتاثر او توقف حياتي. تمام. عارفه النقاط القوه، عارفه نقاط الضعف، عارفه اتعامل مع جسمي ازاي، عارفه ايه اللي بيأثر. يعني في حاجات قد تبدو لاي حد حتى في مجال التغذيه ما تاثرش، لا انا لما درست بعمق لا الحاجات دي بتاثر، والحاجات دي بتاثر وممكن ادي محاضرات ومحاضرات تاثيرها ايه على الصحه. وده اللي بيخلي نظام تغذيه ينفع مع حد وما ينفعش مع حد تاني. بالظبط. وكمان احنا لما بنتكلم كمان عن الهرمونز اتس يعني ادفانسد اتس ادفانسد نيوتريشن، مش مجرد انت بتاكل ايه، لا لا انت بتاكل ايه وكمان هرموناتك تمام كله مؤثر، يعني هو كل حاجه مترتبه على حاجات تانية. فكانت المحنه دي منحه ليكي من ربنا سبحانه وتعالى انك تبقى اساعد الناس. اوكي انا كنت عايزه اساعد الناس، ودايما لما حكيت القصه دي حكيتها بسبب ان دايما في فقدان امل. انا عمري ما هخس وانا عندي هاشيموتو، انا عندي غده انا حرقي ميت انا مش هخس، لا انا غيرت لهم فكرتهم. وبعد ما كتبت القصه دي يعني انضم للعياده سيدات كتير جدا. تمام. قالوا لي احنا بس احنا الهمتينا بقصتك، وكلهم كلهم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. معظمهم الحمد لله. يعني انا عايزه اقول ان بنسبه 99% يعني الحمد لله وصلوا لمرحله ان احنا عايشين. اصل الغده الدرقيه دي ما بتاثر، بتاثر على النفسيه، على الحاله النفسيه، على الشكل الخارجي، على بعض الحاجات الجماليه اللي الستات بتحبها طبعا. في شكلها، في جسمها، في لياقتها، في رشاقتها، فبتدخل في حاجات كتير طبعا. فالحمد لله ان انا وفقت ان انا يعني ركزت قوي في الحته دي ونجحت فيها، ونجحت ان انا اغير طريقه تفكير الناس عن موضوع امراض المناعه الذاتيه، هاشيموتو، التغذيه العلاجيه. زي ما ليالي الاوسكار بيكون النجوم فرصه يا سيدي اكشن تلاقي، رومانس تلاقي، دراما تلاقي، هات شارك وتعال. من اشهر شوارع هوليوود هنا في يونيفرسال ستوديو الفيلم الحائز على 3 اوسكار سنه 2009. انما برنامجنا بنناقش الفرصه الحقيقيه، اصل النجاح طعمه حلو قوي. الفرصه زي الموت.